الخضر عليه السلام سأل عنه سؤالين. الخضر ده يا جماعة بتلقى في الكتب ناس بيقولوا ولي وناس بيقولوا نبي، لكن الصحيح انه الخضر نبي عليه السلام. الدليل على انه نبي وانه الله حليه القصة ذاتها. في نهاية الخضر عليه السلام قال: وما فعلته عن أمري وإنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى. ده الجواب على السؤال شنو الأول. الجواب على السؤال الثاني إنه الخضر عليه السلام هل هو حي ولا ميت؟ الجواب أنه مات. الدليل قول الله تعالى في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وهل الخضر بشر ولا ما بشر؟ بشر عليه السلام. وهل قبل الرسول ولا ما قبله صلى الله عليه وسلم؟ قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ما دام إنه قبل الرسول عليه الصلاة والسلام والآية دي واضحة: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، هو مات وفارق الدنيا.